العقلية الفاسدة. نحن نتمنى للحكومة العراقية أن تستجيب لمطالبنا. نحن لسنا كأي متظاهرين، نحن لسنا كأي مطالبين، نحن معلمين. بهذه الكلمات طالب معلمو تربية كردستان نقلهم من ملاك إقليم كردستان إلى وزارة التربية ببغداد ومساواتهم مع معلمي تربية كركوك، والسبب الجوهري لهذا الطلب هو تأخر رواتبهم لأكثر من 6 أشهر، عاملين أن لا يتم إدخالهم بالمشاكل السياسية بين بغداد وأربيل. لا تكون صراعاتهم السياسية إلها دخل بينا إحنا الموظفين الصغار اللي ما إلنا دخل بيهم، هم الكبار اللي ما عدنا معيل غير هاي الرواتب الشهرية اللي ننتظرها يوم بيوم في سبيل نسد حاجتنا. أما هم فهم ما يفكرون بيها لأنه هم عدهم ما شاء الله، والله ما لا حسد، بس إحنا قصدنا إنه لا ينسونا إحنا الموظفين الصغار، إنه إحنا نطالب بحقوقنا شهريا. شريحة مهمة لبنات المستقبل تقع تحت ضغط السياسة مما أثر سلبا على واقعهم الاقتصادي، مناشدين حكومة بغداد بنقل رواتبهم إلى المركز كونهم يعملون ضمن الخريطة الجغرافية التابعة لبغداد. ناشد السيد رئيس الوزراء المحترم بنقل خدماتنا من الإقليم إلى المركز. نحن معلمين ومدرسين وموظفين تربية في كركوك تعيننا بعد 2003 بسبب توقف التعيينات في تلك الفترة على المركز. مطالبنا مشروعة وقانونية لأنها ضمن الرقعة الجغرافية لمدينة كركوك، ونحن من شرائح المجتمع الكركوك المختلفة ونخدم في جميع المدارس في كركوك. نعاني بأننا من 2014 لم نستلم رواتب، وكانت رواتبنا خاضعة للإدخار الإجباري. رعيل آخر ينضم إلى صفوف المظاهرات ليطالب براتبه الشهري الذي وقع ضمن الادخار الإجباري، والفئة المثقفة اليوم لا تجد معاشا لتقتات منه. سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.